صباح الخير عليكم البنات، صباح النور. كي صبحتوا ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناتي اذواق غزلان. اليوم جبت لكم هاد الخبيزات محشيين بالدجاج والفخوماج، يجيو شابين ويجيو هشاش وبنان، نتمنى تجربوهم. بيت نشكر كامل البنات اللي راهم يشجعوا فيا، راني يعني نقرا كامل لي كومونتير وربي يخليكم ليا. واللي مازال ما اشتركتش نقولها مرحبا بيك قناتي، ما تنسانيش بالاشتراك وتخليوا لي لايك. يلا هو دروك نمشيو نوجدوا هاد الخبيزات مع بعض. عندي نحتاج هنا في المقادير 3 كيسان معمرين تاع الفارينة، عندي هنا 5 مغارف كبار تاع الزيت، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرف كبيرة تاع السكر والملح، ونلمو بالماء بالحليب يكون دافي. نجيب هذيك الفارينة بدي نزيد الكاس الزاوج والثالث، ندير هذيك المغرفة تاع السكر، وهنا الخميرة والملح، نزيد هذيك الزيت 5 مغارف تاع الزيت، نخلط هادو كما راكم تشوفوا، نخلطهم مليح، نبسسهم، نبسس هذيك الزيت في الفارينة هكذا بيديا، والحليب هنا عندي على حسب ما تسلم لي العجينة، نبدي نزيد في الحليب. هاد العجينة تجي شابة، تجي طرية، تجي هشيشة، يجيو خبيزات معمرين. نزيد شوية تاع الحليب ونبدا نلم فيها حتى تسلم لي، خليها طرية مقصحهاش. دروك انا ماشي نكملها كامل، نعجنها نعجنها واحد شوية ونخليها تريح. هذه العجينة تاعي بعد ما دلكتها دروك نخليها تريح تخمر في خاطرها، نمشي نوجدو الحشوة. بالنسبة للحشو عندي هنا كمية تاع الدجاج، قطعتها الى قطع هكذا صغيرة، كل واحد يدير على حسب ما عنده. عندي حبة تاع البصل مقطعة، حبة صغيرة تاع البصل، عندي شوية تاع الكركم، شوية تاع فلفل الكحل، زوج سنينات تاع الثوم ربيتهم، الملح، وهنا الفرماج اللي ماشي نزيده من بعد فوق هذيك الحشوة، وهنا لا كريم فخاش اللي بغات ديرها، واللي ما بغاتش معليش دير الفخوماج العادي. دروك ماشي نقلي هاد الدجاج بدي بيه. هنا جبت مقلاة درت فيها شوية تاع الزيت ودرتها تسخن، ورميت هذاك الدجاج، زيد عليه شوية فلفل كحل وشوية تاع الكركم باش يعطينا اللون، وشوية تاع الملح، ونخلطوهم ونبلعو عليهم ونخليهم يطيبوا في خاطرهم. هذا الدجاج راه طايب هنا، راني نحيه كامل باش هاد الزيت نخلي فيها البصله والثوم. دروك نرمي هذيك البصله اللي كنت مقطعتها، نزيد عليها هذوك السنينات تاع الثوم اللي ربيتهم، ونخلطهم وننقص للغاز باش ما نحرقليش الثوم، ونخلي البصله تتقلى في خاطر. هيا دي البصله بعد ما تقلات، نزيد هذاك الدجاج اللي نحيته نزيده هنا عليها، ونخلطهم مليح ونخليهم يزيدوا يتقلاو غير واحد شويه. دروك راني نزيد في لاكريم فخاش قيمه نص كاس، نص كاس تاع لاكريم فخاش، ونخلطها ونخليها غير غليه وحده ونصفي، ما نخليهاش حتى تنشف لي هاد لاكريم. هنا راها واجده الحشوه. هنا العجينه تاعي هيا دي بعد ما خمرت مليح، نحيها من الاناء ونبدا ندير فيها خبيزات صغار كما راكم تشوفوا هكذا صغار، نكورهم مليح ونحطهم
نكمل على هذه الطريقة، نديرها كامل خبيزات صغار ونخليهم يريحوا غير واحد 10 دقائق ونبدأ نعمر فيهم. هنا راني كورتهم كامل، نخليهم يريحوا ونعمروهم. دروك هما دوراهم ريحوا، هنا ننفذ حبة نحلها بالوراق، نورقها مليح كما راكم تشوفوا هكذا نورقها، نحلها ونجيب هذاك الحشو تاعي اللي كنت وجداته، وهنا الفخوماج ربيته ونعمر بالمعلقة، نعمر نحط في الوسط، نزيد فوقها شوية تاع الفرماج ونبلع، نرفد الجناب ونبلع بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. نبلعها نزير، هنا نبدأ نقرص في العجينة وندور، وهذيك اللي راها مبلعه نديرها من التحت، نبدا نسقد فيها بيديا كما راكم تشوفوا. هنا راها عندي واجده الخبز نتاعي. دروك انا ماشي نكملهم كامل بهذه الطريقه، نحل العجينه نعمرها بالحشوه، نزيد عليها الفرماج ونبلعها. ما دول الخبيزات تاعي راهم واجدين. جبت الصينيه درت فيها البابي كويسون، راني حطيت هذوك الخبيزات. هنايا عندي صفار بيضه خلطتها، وراني ندهن من الفوق هذاك الوجه باش يحمر لي. وانا كنت سخنت الفرن على درجه 180 درجه متوسطه. هنا راني نزيد لهم في شويه تاع الجلجلان وندخلهم يطيبوا في خاطرهم. الخبيزات تاعي هما دورهم واجدين وراهم شابين كما راكم تشوفوا. الحشوه تجي بنينه بنينه بزاف مع هذاك الفرماج. نتمنى تجربوهم، وإلا عجبتكم وصفه اليوم خليوا لي كومونتير وخليوا لي جيم، وشكرا على المشاهده في فيديو اخر.